حديث الرقم دائما يقنع. رقم ما في اليوم عم نحكي 35 مليون و100 ألف دولار. الفائز الأول بكأس السعودية بياخد 20 مليون. مثل ما قال الأمير بندر أنه في استحدثوا سباقات أصغر سباق بعدين 400 ألف دولار 500 ألف دولار، يعني في مليون ونصف. مشان هيك الناس أحمد الشمراني فعلا قال لك 16 دولة تشارك في هذه النسخة. أكيد الحديث حقيقة حديث الأمير بندر كان مقنع، وضع النقاط على الحروف عندما يقدم لك أرقام، ما يقدم لك أمور إنشائية. بيقول فروسية عندنا من 57، يعني شوف من من, من, من كم. اليوم في سنتين استطاع أن يحصل على التصنيف العالمي. اليوم اللي بيميز المرحلة يا أبو كرم أن أدوات الأمير محمد بن سلمان اختارهم بعناية، سواء في الفروسية، في الرياضة، في الصحة، في كل المواقع. وضع بينهم هناك طبعا إمكانيات مسخرة للكل. حديث الأمير بندر أيضا كان يوضح أنه دعم ويوضح أنه يوجه بضرورة أنه ننقل النادي الفروسية من حال إلى حال. ولا شك أنه في مدة وجيزة استطعنا أن نصل لمرحلة ما كنا نتوقعها، نسميها مرحلة المستحيل، لأنه في واقع وفي مستحيل. هذا الجزء الأول، لأنه محمد أبو أحمد أبو محمد من الحوار لسه في جزء ثاني. بس خليني أحكي مع بدر أنه في تركيز على قصة بيئة الفروسية، نعم، ولا يضاهيها أحد، وأنه يكون شغل بدنا يعني في توجيه مباشر من طبعا يعني. أنا كنت سبقتني بالكلام، يعني في أربع نقاط مهمة هو تكلم فيها. أول شيء طبعا اتصال هاتفي من ولي العهد اللي سموه دايركت عليه ويقول له أساس نبغي نكون الأول عالميا في السباقات هذه، هذا واحد. اثنين قال أن في بالنسبة للتصنيف عندهم معايير، هناك استوفوا المعايير اللي هي بعيدة عن المنشطات، وأيضا في معايير اللي هي اللجان الفنية اللي موجودة ساعدتني يختارونهم. بعدين تكلم عن الجانب الاقتصادي، مو بس فقط ترفيه ولكن اقتصادي. بعدين قال نقطة مهمة جدا أن أكثر يعني سباق في عدد دول، أنت تتكلم من 4 إلى 8، لكن هي أكثر من 16 دولة، فهي ما تحدث في أي سباقات. كل هذه خلت أن التصنيف يرتفع لسباقات الخيل خاصة في المملكة العربية السعودية.